مرحلة العمر النساء بين 40 ل 50 مرحلة هامة جدا للاعتناء بصحتهم وبغذائهم. الأسباب وكيف رح نشوف هلا مع رزان شويحات. صباح الخير رزان. صباح الخير. كيفك رندا؟ تمام الحمد لله. أنا كثير مبسوطة إنه عم تتطرقي لهالمواضيع، إنه كل عمر في له خصوصية وتغيرات معينة وأغذية، يعني حتى لازم الواحد يعرفها. صح. هلا ليش هالقد مهمة هاي المرحلة بين 40 وال 50؟ هلا مهمة كتير لأني أنا عم بحضر لها أول شيء. أول شيء لأنك تعبانة فيها، بدي أشوف هلا أنا عم بفتح الفيسبوك عشان أشوف إذا كان في تواصل من اللي عم بحضرونا أو إذا عندهم أسئلة. هيها هلا مهمة كتير ليش رندا؟ لأنه أول شيء الستات خاصة بمروا كتير بمراحل مختلفة بحياتهم، بتلاحظي إنه مرحلة التين ايجرز أو المراهقة أكثر شيء بيكون فيها تغيير، هلا بعد هيك بيهدى التغيرات، يعني فترة عمر العشرين للثلاثين غير الحمل والرضاعة ما في إشي كتير فسيولوجي عم بيصير بجسم الست بهاي المرحلة، لكن التغذية بهاي المرحلة هي اللي راح تأثر على كيف بدنا نكبر بالمرحلة اللي بعد الأربعين. يعني قصدك التغذية بفترة الحمل والولادة أو العمر اللي صحتها. تحت كيف صحتها بدها تكون بعدين. يعني إذا ما كنا نعتني بحالنا منيح ونحن صغار، لما نوصل لعمر الأربعين ونبدأ نخاف من العمر وعم نكبر وبتبدأ تظهر علامات الكبر، بيكون ما بنقول صار متأخر لكن فينا نلحق شوي أكثر. أوكي. لكن لازم نكون نحن معتنين بكل المراحل. هلا هاي المرحلة أكثر شيء مرحلة مهمة لأنه أكثر مرحلة فيها تغيرات فسيولوجية أول شيء بجسم المرأة، وبنفس الوقت بيبدأ مرحلة اللي عم ندخل بالعمر، يعني عم نكبر عم بيصير في الايجينج بروسس أو الكبر بالعمر، واللي عم يبدأ كتير أشياء بتقدم أو بتهرم أو بتخرب بجسمنا بعد هاي المرحلة لأنه استهلكناها، بنكون كتير بالعمر الأصغر كمان. طيب خلينا نحكي زي شو التغيرات اللي هلا عم نقول انه بين ال40 وال50 تحدث. اوكي هلا اول تغيرات نحن بنلاحظها، اول شيء تغيرات مثلا على الجلد على البشره، تغيرات على الشعر، بيبدا الشعر الابيض يبين. هلا هاي اليوم ما عاد يبين لانه عم نصبغ اول باول بالضبط، لكن في تغيرات كمان جسديه، في تغيرات فسيولوجيه عم بتاثر، ممكن تغذويه عم بتاثر على انه قد ايه عم بيصير في عنا شعر ابيض أكتر. قلنا البشرة، قلنا موضوع العمر كمان، الوزن سوري، يعني الوزن بيبدأ أكتر، اللي كانت بتقول طول عمري كان وزني هالقد هلأ مش عم بقدر أسيطر عليه، فبيبدأ يصير في تغيرات على الوزن، بيبدأ تغيرات هرمونية أكيد لأنه في مرحلة بعد 45-47 أو حتى هي 50 أكتر شيء مرحلة سن اليأس أو سن الأمل نحن بنقول، اللي يعني بيصير فيه انقطاع بالدورة أو بيصير في تغيرات أكتر. في تغيرات بالطول يمكن ما منلاحظها كتير كتير، لكن بنلاحظ انه بلشنا نقصر، يعني لا شو الخبرية يعني. هلا انا بدي اعدلهم، هلا بدي اعطيكم الجديد، هلا الاخبار المنيحة. طيب هلا احنا في عنا لكل مثلا تغيير في له اغذيه معينه، ولا هل في اغذيه لكل القصه؟ لا في اشياء نركز عليها على كل موضوع، وفي اشياء بشكل عام، يعني نحن من كل الوقت انا وربا بنحكي بالتغذيه الاساسيه لكل الناس بشكل عام، اللي هي دائما بنقول خضار قمح وكل هاي الاشياء بشكل عام. هلا ما بننسى هاي الاشياء، لكن بدنا نركز على هدول الخمس اشياء اللي حكيتهم اللي عم بيخلوني احس اني صرت بالأربعين او صرت بالخمسين، كيف بقدر اضل حاسه اني بالثلاثين او اضل بعيده عن ابر التجميل مثلا وكل هاي الاشياء. وهلا كنا نحكي قد ايه 15 مليون امراه بلاستيكيه في العالم للاسف، 15 مليون عاملين عمليات تجميل، فاحنا بدنا نبعد قد ما بنقدر، خاصه لما بتصير هوس، يعني بصير اللي عمره 15 عم تعمل عمليات تجميل اكيد لا، بدنا ننتبه من جوا. نحن دائما بنقول الوجه هو مرايه الجسم ومرايه الصحه، فقد ما حطيتي كريمات قد ما عملتي، إذا ما كانت تغذيتك من جوا صح رح تنعكس سلبيا أكثر على بشرتك كمان أكثر. طيب أكثر وحدة لفتت نظري هلا اللي هي قلتي الشيب الشعر الأبيض، هل في مثلا أغذية أو ممكن يكون نتيجة نقص أغذية؟ طبعا، لأنه هلا اللي بتحكم بلون الشعر هلا غير موضوع الوراثة، نحن ما بدنا نقول إنه إذا في موضوع وراثة إشي ثاني، لكن في أشياء تغذوية بتأثر، لأنه معروف إنه لون الشعر هو عبارة عن صبغة الميلانين، وبالتالي أي إشي نحن بنتغذى عليه بيأثر سلبيا على أنه ممكن تقل أكتر أبكر. يعني بدل ما مثلا أنا على 30 أبدأ يطلع لي شعر أبيض، ممكن هلأ بلش يطلع شعر أبيض، فعلشان هيك بنبدأ نقول إيش الأغذية. هلأ طيب، أكتر أغذية بتأثر عليها هي البي فيتامينز أو فيتامينات على صبغة الميلانين بالضبط. فيتامينات الباء خاصة الباء رقم 6 وباء
9 بي6 وبي9 هدول اكثر شيء ممكن ياثروا على انتاج صبغه الميلانين وبالتالي ممكن يخلوا اذا نقصوا كثير يخلوا عنا اكثر شعر ابيض اسرع. وين موجودين بي6 هلا موجودين اكثر شيء بصفار البيض بالكبده موجودين بقشره الحبوب علشان هيك نحن دائما بنقول ناكل خبز اسمر ناكل خبز قمح نروح للرز الاسمر اذا بنقدر نشتري انواع حبوب الافطار اللي بتكون برضه مدعمه اكثر او من قمح كامل برضه بيكون كمان اشياء مفيده اكثر. اوكي حلو نيجي هلا هذول اول شيء للتجاعيد هلا الحليب كمان برضه فيه البي 9 كمان من الاشياء فهدول اكثر هدول اشياء بده يكون يعني الوحده ما اخذتهم او الشخص ما ماكلهم يعني انه دائما عنده مخزون منهم زي ما نقول مش انه هلا يعني ونستمر لا نستمر جزء لأنه عم ينقص هلا بلشنا المرحله اللي مخزوننا عم ينقص فلازم نرجع نعبيه فلازم نضل هلا اللي اكلناه قبل بياثر اكيد بس كمان بدنا نرجع نضل باستمرار حتى يصير التعويض اكثر من الخساره. ايوه امتى بنبدا نصير نلاحظ السلبيات لما بيصير الخساره اكثر من التعويض فاحنا دائما بنحاول نوصل للبالانس لحتى يضل عندنا المخزون منيح والاستمراريه خاصه مش كل الفيتامينات بتتخزن رندا مثلا البي فيتامينز مش من الاشياء اللي بتتخزن بنخسرها اسرع فعشان بدنا نكون يعني تكون جزء من روتيننا اليومي اكلنا اليومي ناكل الحبوب الكامله ونشرب الحليب والبيض صفار البيض احنا قد ايه بنحكي على الكوليسترول لكن لا يمنع انه نحن نتناوله مره مهم. او مرتين بالاسبوع لحتى ناخذ المواد المفيده اللي موجوده فيه كمان. اوكي البشره هلا البشره هون البشرة الموضوع الهام اللي هو عن جد يعني كثير بالفعل انه التغذيه كثير بتحسي بتنعكس كتير على البشره كثير بتاثر بيقولوا عمرها مبين اكثر او عمرها مبين اقل مزبوط وهي الاشياء بدناش نحكي بالعمر هلا البشره اكثر شيء بهمنا مرونتها وبهمنا المواد المضاده للاكسده اول شيء للبشره بحكيه المي يعني أسهل إشي وأهم إشي لأنه ترطيب البشرة هو المي أساسا من جوا كل ما إحنا ما كنا عم نشرب مي أكتر رح يكون في جفاف على البشرة وبالتالي مع تعرضها للشمس وكل هاي الأشياء رح يبدأ التجاعيد أو الرنكلز نشوفها أكتر فعشان هيك ضروري أول شيء نركز على شرب المي يوميا على الأقل 8 كاسات يوميا ولما بحكي مي مش قهوة مش أي أشياء لأنه بالعكس ممكن تكون مسهلة وتخليني أخسر مي أكتر بالضبط هلا لما نيجي نشرب قهوه او شاي هدول عباره عن مدرين للبول فهلا لازم نشرب مثلا بعد كل كاسه قهوه مثلا كاسه او كاستين مي عشان نعوض الجفاف كاسه يعني تقريبا نعوض كل كاسه شاي بكاسه مي كاسه قهوه بكاسه مي بالضبط هلا المي اول شيء هلا الشيء الثاني الفيتامينز ايش الفيتامينات اللي اكثر شيء مهمه للبشره بهمنا نحن شو نعمل نقلل اي شيء ممكن يعمل اكسده لانه الاكسده هي اللي راح تخرب بشرتنا فعلشان هيك نحن بدنا نكثر اكثر من المواد المضاده للاكسده اللي هي فيتامين اي او اي والسي والسيلينيوم هدول من اهم الفيتامينات المضاده للاكسده ليه مهمين لانه زي ما قلنا كل ما صار في عمليات أكسدة أكتر يعني البشرة عم بيصير فيها خراب أكتر أو دمج وبالتالي بتبدأ تظهر عليها علامات الكبر بالعمر أو الشيخوخة والتجاعيد أكتر أوكي. في معنا اتصال أمل من الكرك ناخذها يلا صباح الخير أمل صباح الخير صباح الفل كيف حالك أهلا كيف وسهلا حالك أنتي تمام الحمد لله كيفك يا أمل منيحة أنا شكرا كثير لك لأني أنا طلبت هذا الموضوع صح مظبوط تفضلي أمل عندك سؤال لرزان شكرا بس انا الي شغله انت حكيت عن البيض بس بدي اسالك انا عندي يعني عندي مرحله الاساسيه وعندي توجيه وعندي جامعه بدي اسالك بالنسبه للبيض بصير يومي يوم البيض ولا لا للاولاد ولا ايه هلا بجاوبك عمل لكل الاعمار للاولاد ويا ريت في تغذيه للتوجيه وللمرحله الاساسيه خلص نركز على الامتحانات بالفتره والامتحانات شكرا امل لاتصالك شكرا هلا البيض قلنا بناخده مرتين لثلاثه بالاسبوع ما بياثر سلبيا اذا اخذوه اكثر اذا ما عندهم امراض كوليسترول بالذات للاطفال لكن احنا دائما بنقول التنويع يعني لما بناخذ مثلا حليب او جبنه او لبنه بنكون عم ناخذ كمان بي 2 فيتامينز ثانيين اكثر مش بس ناخذ البيض فالتنويع ضروري كثير بنرجع لموضوع البشرة وقلنا الفيتامين اي واي وسي هدول اللي بيقللوا من عمليات الاكسده وبالتالي بيحموا البشره اكثر هلا فيتامين اي موجود بالزيوت يعني مثلا زيت بذر الكتان زيت الزيتون لكن برضه ما بناخذها بكميات كبيره الفيتامين سي اكيد كلنا عارفين قد ايه الحمضيات الفلفل الاخضر ما تستقلوا فيه
فيه الأخضر يعني أكثر من الأحمر والأصفار؟ تقريبا نفس الشيء. نفس الشيء. كل واحدة منهم تقريبا فيها 60 ملي جرام من الفيتامين سي. قد البردقانة؟ أكثر من البردقانة. يعني الحبة بتعطيك احتياجاتك اليومية من الفيتامين سي. هلأ كتير منركز عليه لأنه فيتامين سي أكثر فيتامين حساس، بتأثر بالمي وبالهواء وبالضوء وبكل إشي حرارة. بالحرارة، فعشان هيك لازم يكون في دائما تعويض مستمر للفيتامين سي. وناكله ني ننتشها نقسمها نقسمها وناكلها على طول. قلنا اي واي وسي، والاي معروف. هلا البيتا كاروتين بالذات كثير كمان مهم انه نحن نتناولها، اللي هو فيتامين اي، لانه ماده برضه مضاده للاكسده، ضروري يكون موجود باكلنا. طبعا فيتامين اي زي ايش؟ زي الجزر، زي اليقطين اللي هو البامكن القرعه. هدول الاشياء اللي اكثر شيء كمان غنيين. المشمش غني كثير بالبيتا كاروتين او الفيتامين اي. حلو، هدول غذاء البشره الضروري. كمان ناخذ ياسمين ونكمل. ياسمين الو. الو، صباح الخير. صباح الخير ياسمين، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا، تفضلي. ممكن بليز بدي اصبح عليكم اول شيء. اهلا وسهلا، وبأحكي لك شو هالطلة الحلوة انت ورزان، الله يحييكم. تسلمي حبيبتي، عيونك الحلوين، الله يسعدك. ثانك يو كثير. بس بدي اسال رزان، هلا انا ولدت عمري ابني 10 اشهر. اوكي. ومش عم بقدر اخسر وزن. عم بحاول اعمل دايت بس ما عم بقدر. يعني لهلا انا عم برضع ابني. اوكي. فبدي اسال كيف ممكن انه اسيطر شوي على اكلي، وبدي اسال عن البيض بالنسبة لابني عمره 10 اشهر. يعني قالوا لي ابلش معه بالبيض، فبدي اعرف انه ابلش او بكير لسه عليه. اوكي، ولا يهمك. أوكي. أوكي ياسمين، شكرا لاتصالك ياسمين. هلا موضوع الرضاعة بديش كتير أطلع من موضوع اللي إحنا عم نحكي فيه عشان ما يضل، لكن أول شيء بقولها لياسمين ضلي رضعي، لأنه الرضاعة كتير بتساعد بتخفيف الوزن. أهم شيء بس انتبهي لنوعية أكلك وكميته، يعني ما تفكري إنه لازم أكل كتير لأني عم برضع، قللي شوي الكمية لكن ركزي على أكل مغذي. هلا بالنسبة لصفار البيض للبيبي اللي عمره 10 أشهر، إحنا بنخاف أكتر شيء من الحساسية من بياض البيض، فأنت بهذا العمر بتقدر تبدي بكمية صغيرة من صفار البيض، وبعد عمر السنة بتقدري تدخلي البيضة كاملة أكتر. طيب نكمل، حكينا البيتا كاروتين اللي هو موجود بالجزر والخضار. هلأ بدي أحكي كمان شغلة على البيتا كاروتين للبشرة، ليه كمان كتير مهم؟ لأنه برضه بيساعد بتقليل تكسير الكولاجين. والكولاجين كلنا بنعرف، بس نسمع بشرة على طول اللي هو بيعطي المرونة للبشرة. المرونة للبشرة بالضبط، مرونة لأكتر من بس البشرة، فعشان هيك ضروري إنه نحن نحافظ على مستويات الكولاجين أكتر بالجسم، وبالتالي ناخد برضه الأشياء فيها بيتا كاروتين اللي بتقلل من التكسير، وبالتالي بتقلل من الايجينج بروسس أو عملية الشيخوخة اللي بتصير للبشرة أول شيء بتظهر ملامحها أكتر. يعني الجزر كتير مهم يكون موجود. بالضبط، فمش بس للنظر. فليفلة وجزر، يعني مش للنظر، فليفلة وجزر، يعني كل يوم هيك بالليل. خضار. بشكل عام، خضار اللي فيه خضراء كمان عم نحكي. واللي فيه الخضراء. بالضبط. فيها البيض. هدول الأشياء اللي كتير منركز عليهم. هلأ كمان الأنتي أوكسيدنتس اللي حكيتها أو المواد المضادة للأكسدة رندا، مش بس للبشرة مهمة، لأنه هي برضه بتحمي كل عمليات الأكسدة اللي بتتم بالجسم، فبالتالي هي عم تحمي القلب والشرايين، بتحمي، لأنه معروف بعد هذا العمر بتبدأ تظهر آثار الأمراض أكثر المرتبطة، زي مثلا أمراض الكوليسترول، أمراض السكري، فعشان هيك ضروري برضه نكون حاميين جسمنا أكثر. من كمان المواد المضادة للأكسدة عندنا الزنك، موجود أكتر بالمكسرات، موجود بقشرة الحبوب، عشان هيك برضه بنرجع بنقول نتناول أكتر الحبوب موجود الكاملة. بالمكسرات، يعني مثلا الفستق وهدول القصص، اللوز والجوز. والجوز بزر الكتان. فتلاحظ ان هدول عم يتكرروا دائما، لانهم نحن بنسميهم سوبر فودز او الاغذية اللي اكثر شيء فيها فايده. طيب نروح لاشي ثاني، خلصنا البشره، نحكي عن الطول. ايوه، هاي الطول مشكله. الطول. وين تحكي فيها هاي؟ وين جيت فيها؟ هلا نحن بنتذكر زمان العجايز اول ما بنشوفهم انه كبروا بالعمر قصروا. هلا هم مش قصروا، يعني قصروا بمعنى قصروا، لكن نحن عندنا سلسلة العمود الفقري فيها فراغات، هاي الفراغات بتصير تضمر أكتر، تضمر نتيجة هشاشة العظام، فعشان هيك نحن بدنا نبدأ نحمي جسمنا أكتر، لأنه بهاي المرحلة الخسارة تبعت الكالسيوم عم بتزيد أكتر. يعني نحن منقول إذا كان بالأعمار تحت نحتاج لألف ميلي جرام من الكالسيوم، بهذا العمر نحن عم نحتاج لألف ومئتين، وممكن توصل 1500 بعد عمر 50 من الكالسيوم. هلأ شو يعني 1200؟ يعني 4 كاسات حليب هي الألف. أربع كاسات حليب فيها ألف. هلأ أكيد
قليل كتير اللي بيشربوا 4 كاسات حليب. نحن بنقول بنقدر ناخذ 2 منهم من مصادر تانية لكن مش كافية لسه أكتر، عشان هيك لازم هون أركز أكتر على الحليب. اللي ما بيشرب حليب بنركز على منتجات الحليب اللي هي الألبان أكتر شيء بالدرجة الأولى. بركز كتير على أنواع الحليب، إذا بنقدر نجيبها اللي بتكون مدعمة أكتر بالكالسيوم. يعني بتكون قليلة الدسم مدعمة بالكالسيوم، في منهم عم بيكون فيها الضعف كمية الكالسيوم وفيتامين دي. كمان هلأ كوب لبن فيه نفس كمية الكالسيوم الموجودة أكتر. لا أكتر لأنه مركز من الحليب أكتر. مركز أكتر فبتكون كمية الكالسيوم فيه أكتر، لكن كمان السعرات بتكون أكتر. فهنا مننتبه نحن للكمية، مندور على الأشياء زي ما قلنا المدعمة، مدعمة بالكالسيوم، مدعمة بفيتامين دي، لأنه برضه كالسيوم وفيتامين دي كتير مرتبطين للحماية العظام وتقليل خسارة المعادن اللي بتبني العظام وبتخليها محافظة على طولها ومحافظة على قوتها كمان أكتر. هاي الشيء الثاني انه هو فيتامين دي بيساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم، احنا بحاجه منه الشمس بالضبط. في كمان معادن ثانيه زي المغنيسيوم زي الزنك. مغنيسيوم مثلا موجود اكثر بالخضار اللي فيها الخضراء، فبرضه لازم نتناول اكثر بروكلي، نتناول سبانغ، جرجير، بقدونس. يعني مش معقول قد الخضار شيء هيلثي، يعني قد ايه شيء صحي. كل ما دائما عم تحكوا بالفقرات التغذيه انه قد ايش الخضار شيء كثير عمال يعني ما بتمرق حلقه الا بنقول لازم يدخل فيها خمس حصص، 3 إلى 5 حصص من الخضار والفواكه يوميا لازم نكون عم نتناولها. اوكي، ايش ضل عندنا هلا؟ ضل اهم موضوع الوزن. الوزن الوزن اللي بزيد هلا، شو لازم ندير بالنا؟ الوزن اللي بزيد هلا، ليش الوزن بيبدا يزيد بهاي المرحله وبيبدا الست تحس انه في تغيرات اكثر عم بتصير؟ هلا الهرمونات طبعا اللي بتتغير بجسم الست بهاي المرحله بتبدا تزيد، مرات كثير بتقل الحركه بهذا العمر، فبالتالي بصير استهلاكنا طاقة أقل وبالتالي بيبدأ يزيد الوزن. عشان هيك هون ضروري ننتبه، أول شيء نمارس تمارين رياضية أكتر، نحاول نمشي، مش شرط إذا ما بنقدر نروح على الجيم، بس ضروري دائما يكون في نشاط أكتر بهذا العمر، نحاول نمشي أكتر. يعني الأولاد بيكبروا بهذا العمر ببطل في حركة كتير، لكن لازم الست تحاول دائما تدخل حالها بنشاط يومي، مشي، ركض، حصص رياضة، تلعبوا مع رؤية كل يوم، هذا بيساعد انه يكون في حرق للطاقه اكثر. ونوعيه الاكل كثير مهمه اكثر من اني بس اروح لانواع الرجيم اللي ببتعد عن الرز ببتعد عن الخبز، لا ركز على الخضار، اقلل كميه الاكل، اقلل الدهون والمقالي والكريمات وكل هاي الاشياء. شكرا رزان. شكرا رزان. اهلا وسهلا فيكي.